السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ وياكم اخوكم عبد الله العراقي. اليوم جاي بكم تطبيق محاكاة الفضاء، يعني شلون تحاكي الفضاء والمجموعة الشمسية، وهاي الشمس عندنا واختنا الشمس وكوكبنا العزيز. وانا تدوس البحث، المهم تدوس المكبرة تاخذ الكوكب الارض، هذا هو كوكب الارض. اما بالنسبة للقمر ايضا موجود، وايضا موجود مثلا الأقمار الصناعية موجودة على شو اسمه الكوكب، يعني مو هنا مو هنا. بعد نتطرق عليها شوية. هسه نجي نبحث عن الكواكب البقية، ناخذ المشتري، هذا لا هذا المريخ، هذا المشتري، هذا زحل. تقدر تدوس انفو، هاي الانفو، ساتورن، ساتورن، يورين، يورانوس، نبتون، شو اسمه هذا؟ اوكي، فينوس، هذا شو اسمه؟ الزهرة، عطارد، ذا سون كاتب يعني هذا. حلو، فتقدر توقف هنا عندك الزمن مالت المجرة، تقدر توقف، فتقدر تغير الخلفيات اذا تريدك تاخذ لك خلفية حلوة، تغير المجرات يعني صورة المجرات. هنا تقدر يعني الصوب، يعني مثلا تجيب لك مثلا نيزك، والله خلينا نشوف، دوسة تشغيل، شوفون شوف هذا النيزك، يعني تقدر تضيفهم بالمجموعة الشمسية. عندك هنا هنا التكبير، هنا تقدر تحذف الشمس، تقدر تضيف، يعني هنا محاكاة وايد. تقدر تدوس على هذه الثلاث نقاط، تقدر يعني هنا ايضا عندك الملف الاول، هذا الملف الاول بهاي الشمس والمجرات موجودة، كل هالموجودات. دوس الملف الرابع، كله كومونكسون، يأتي قريبا. مثلا حملنا وحدة، مثلا حمل هاي، والله اوكي ماشي. هاي كيبلر، شوف كيبلر 452، سامع بيلو؟ لا اوكي، هذا المال كيبلر، خلينا نشوف والله غيره، هذا ما ادري شنو، سبينر حاطينهم سبينر. والله هذا هذا ايضا يعني كوكب. الله يا الله، خليه يفتح، خليت اللعبة تعلق. اوكي شباب، طبعا وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يعجبكم الفيديو من تطبيق محاكي الفضاء يعني الكواكب. هذا التطبيق موجود، رابطه في الوصف، تقدر تحمل من الوصف، متاجر ايضا، طبعا حجمه يعني قليل مو هواي. فاتمنى يعجبكم التطبيق، لا تنسى اللايك والاشتراك، شكرا للمشاهدة.